والرياضة والصيام ثنائية يعتقد أو يعتقد البعض أنها لا تقترن، لكن الزائر لغابة بوشاوي وبعض الفضاءات بالعاصمة يكتشف العكس، حيث الإقبال الواسع للهواة وحتى المحترفين لممارسة الرياضة ساعات قبل الإفطار. ريبورتاج في الموضوع لطاهر منشور. ساعتان فقط تفصلنا عن موعد الإفطار ليتحول مسلك الركض بغابة بوشاوي بالعاصمة إلى فضاء يستهوي ويستقطب محبي ممارسة الرياضة في هذا الشهر الفضيل. دي فوا نهار بنعدي فوا شاك جو او اللي ما حب سينو نجي كل يوم، فهمت؟ هذا اللي ما حب شوي تفني شويه مي نورمال. والله تري بيان تري بيان تري بيان، فهمت؟ لا هو لو كليما هدايا تو با بيان كاع كاين العجايز. فوالا شوف شيوخ عجايز ونطيني وانت لي جان تاع دوكا كاع قاعدين سي سي هذه اللي ما عاد ما تبش تقول لي. ممارسة الرياضة لا يقتصر على العامة من الناس، فقد صادف وجودنا حضور فريق كرة قدم محترف صعد الى القسم الثاني. احنا رانا نخدموا ترافاي دو ريجينيراسيون، فيها ان ترافاي اكستنسيف ما فيش ان غران شارج بيسك راهو صايم، و ترافاي توجور دو لونديرونس. سي دي سي سيونس موايان بحكم ان اللاعبين صايمين، ونراعيو لا ديزيدراتاسيون تاع الكور بيسك ما يقدروش يشربوا. النظام الغذائي يتغير كثيرا في شهر رمضان، والاعتماد على النشاطات البدنية الخفيفة والمتوسطة التي لا تتجاوز 30 دقيقة يقول الأطباء يساعد الجسم من التخلص من السموم الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي، فضلا على تنشيط الدورة الدموية.